بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لماذا لم أعد أسمع صوتا؟ لقد سكت والدي، لم أعد أسمع صوت بكائه. لا أدري، أرجو ألا يكون قد أصابه مكروه. دينا، ليا. نعم أبي، هل ناديتني؟ استدعي جميع إخوتك إلى هنا، لدي ما أقوله لهم. كلهم موجودون هنا أبي،
ماذا تريد منهم؟ افسحوا لي في المجلس. تفضل معي يا جدي. تفضل اجلس يا ابي. اقعدوا. هل حضر جميع اخوتك؟ نعم ابي، الجميع هنا. انصتوا جيدا ثم اجيبوا على اسئلتي. اطلعوني على ما جرى منذ بدء ورودكم على ديار مصر. ألم أطلب إليكم أن تأخذوا جانب الحيطة وتكتالوا من دون جلبة؟ كيف انكشف أمركم؟ كان عزيز مصر قد زرع العيون علينا، كانوا يبحثون عنا وفي النهاية تعرفوا إلينا. إلى هذا الحد بلغ إلحاح عزيز مصر على لقائكم؟ لكن لماذا؟ عندما دخلنا على عزيز مصر رحب بنا وعاملنا بغاية الإحسان واللطف، كما أنه خص بنيامين بمزيد من اللطف والكرم. أبي، عندما جلسنا إلى الطعام جلس كل منا إلى أخيه من أمه، أعني أن عزيز مصر أمر بذلك. بنيامين بقي وحيدا فعمد إليه عزيز مصر فجلس إليه، كانا يأكلان سويا. لقد تناجيا طويلا فلم نسمع كلامهما. طويلا اجتمع البكاء والضحك في حديثهما. عزيز مصر كان يبكي ويضحك مع بنيامين؟ لا، بل بنيامين وحده كان يبكي، وعندما سألناه قال إنه يبكي على فراقك أنت. بنيامين يبكي في محضر عزيز مصر لفراقه إياي بضعة أيام؟ هذا يجاف العقل. كانت الأمور تسير بشكل جيد إلى أن قبض على بنيامين. هاتوا إلي الآن دواتا وبضعة قراطيس. أشعر أن ثمة سرا كامنا وراء ما أقدم عليه عزيز مصر، إما أنه مطلع على أمر يوسف أو أنه قادر على أن يعينكم في البحث عن أخيكم. اذهبوا وتحسسوا من أمر أخيكم يوسف عند عزيز مصر أو عند من تظنون أنه عالم بأمره. ثمتنا يجري في مصر يا أحبائي. ولكن كيف عسانا نذهب إلى مصر يا أبي؟ ماذا نقول لعزيز مصر؟ أنسأله أن يصفح عن ذنب أخينا أم نسأله المزيد من الحنطة؟ تفضل جدي، إنه هنا. سوف أسطر رسالة إلى عزيز مصر، عليكم أن تحملوا رسالتي إليه، وفي تلك الأثناء تتحسسون من أمر يوسف ما قدرتم على ذلك. لقد فطنت إلى أشياء في مطاوي كلامكم قد يعصى عليكم فهمه ويصعب إدراكه. شمعون، بني شمعون، اكتب. اكتب من عبد الله يعقوب الى عزيز مصر يزار سيف، ان الله سبحانه لطالما ابتلى رسله وانبياءه وضراريهم، وامتحننا بالوان المصائب والشدائد. امتحننا، ابتلى جدي إبراهيم بنار سعرها له النمرود، وساق عمي إسماعيل إلى المذبح موحيا إلى أبيه أن يقدمه قربانا. وهل سيكلون لنا إزاء هذه؟ هذا خير من لا شيء. لكنهم لن يكيلوا لنا بالمجان، إما أن نعطيهم الدنانير والدراهم، وإما أن نبدلهم ببضاعة. ولا دنانير بحوزتنا. لابد إذن من تأمين أي بضاعة. بقي لدينا بعض الجلود والصوف الذي لم نبعه، ومن عساه يشتريها فنبيعه. لقد نسجت أنا وزوجاتكم بعض الخيوط، عسى أن تنفعكم. لكنهم لن يكيلوا لنا إزاءها. نحن نعلم أن بضاعتنا مزجات، لكن ما الحيلة؟ توكلوا على الله، فعسى أن يكيل لنا عزيز مصر ويرجع إلينا بنيامين. ما أشد تفاؤلك بالخير. لا تقنط من رحمة الله يا هودة. Thank you.
ادعو لنا الله يا أبي أن نرجع إليك بأخبار سارة. تحسسوا من أمر أخيكم يوسف، سلموا طلب هذا إلى عزيز مصر. لا ترجعوا إلى ديار كنعان إلا وبنيامين معكم. بأمان الله، في حفظ الله. بسرعة. سلام الله على عزيز مصر يوزر سيف العظيم. سلام الله على يوسف النبي. السلام على بناروس الطيب الودود. أين كنت بناروس؟ نحن نقضي الأيام في ظل عنايات عزيز مصر. جئت لأنقل إليكم خبر وصول جناب حاكم مصر. الحاكم؟ نعم. هنا؟ يا للعجب. السلام على حاكم مصر المقتدر. السلام على نبي الله. أهلا وسهلا. أهلا بك سيدتي. ما الذي حل بيوزر سيف الحكيم حتى نسي ذكرنا؟ لابد أن الزيجة الأخيرة قد ألهت جناب يوزر سيف عن ذكرنا. لو أني كنت أعلم أن الزوجة والأطفال سيشغلون يوزر سيف إلى درجة أن يغفل عنا وعن ذكرنا لما أذنت له أصلا بالزواج. لكن أمرا آخر قد شغل باله مؤخرا يا جناب الحاكم. لقد أصاب حدسي إذن. لا سيدتي، ليس قصدي ما ظننتم. فما شغل بال عزيز مصر مؤخرا هو إخوته. إخوتك؟ نعم، فقد التقيت بإخوتي بلطف الله وعنايته بعد نيف وثلاثين سنة. هذا خبر مفرح. علينا أن نبارك ليوزر سيف. وما أخبار أبيكم الجليل يعقوب النبي؟ لم يحصل لي التوفيق بعد بلقائه، لكنني التقيت مجددا بجميع إخوتي وقد عادوا إلى كنعان. لماذا لا تأتي بهم إلى مصر برفقة أبيهم؟ يمكنك هنا أن تعتني بهم وتسهل عليهم العيش. أنا عازم على ذلك، لكن أولا علي طلب الإذن من جنابكم. إنه لأمر يشرفنا، فقدوم جناب يعقوب النبي إلى مصر سيبارك أرضنا. صاحب مصر الحقيقي هو أنت، فهل تطلب الإذن منا؟ عليك بجلبهم إلى مصر في أقرب وقت. ظننت أن عشق زليخة قد زادك عشقا فوق عشقك لأسينات، فأنساك ذلك ذكرنا. بل هي منشغلة بالمناجاة مع حبيب آخر، لا أراها مقبلة على غيره. إنها مخطئة، فيوزر سيف لا ينفصل عن الله. أدعو لي زليخة لأنظر ما الذي يدور في بالها. أين تنوي أن تسكن أهل بيتك يا ترى؟ في منطقة يقال لها كوشين بجوار ممفيس. منطقة بجوار مثلث النيل الخصيب، وافر الزرع أيضا. لقد أحسنت اختيارك، أوافقك الرأي تماما. ولكن على جناب يوزر سيف ألا يغفل عنا وينسى أمرنا بانشغاله بأبيه وأخوته. نحن لا طاقة لنا بالبعد عن يوزر سيف، فلا تظلمنا. هذا من لطفك وكرمك يا جناب الحاكم. القديسين يا زليخة، وكأن العبادة مكتوبة عليك طوال حياتك، فقد كنت تعبدين آمون وكنت آلهة معبده، والآن أصبحت تدينين بالتوحيد وتعكفين على عبادة الله. لقد عزمنا على مقاطعة خلوة زليخة بأهل السماء لتصبح جليسة لأهل الأرض. لا حاجة جناب الحاكم،
فأنا لم أعد بعد كوني سجينة البدن وسجينة الدنيا، فإن أمرتني وجدتني لك طائعة. إن كان الأمر كذلك فما بالك تجالسين أهل السماء وتعرضين عن أهل الأرض؟ الذين تقصدينهم إنما سجدت لهم الملائكة، وغفلة زليخة عنهم لا تحطم شأني. نحن لا نريد لهذه الغفلة أن تدوم. لماذا لا تقبلين الزواج بيوزر سيف؟ إذن نحن نطالبك صراحة أن تصبحي زوجة لعزيز مصر جناب يوزر سيف. أطلب من جناب الحاكم والسيدة نفرتيتي أن يمهلا زليخة بضعة أيام لعلها تنظر في الأمر. لها الحق في النظر، ولكن لا يحق لها بالرفض. أنا أريد جوابا بالإيجاب، فأنتما عزيزان علينا، لا نريد لهذا الوصال أن يؤخره التسويف. يمكن لزليخة الانصراف. أصبح بنيامين عبدا؟ فقد بدا مظهره أجل حتى من يوزر سيف نفسه. عشرون كيلا، اذهب واستلمها. عشرون كيلا. أنتم خمسة أنفار، 15 دبنا، اذهب واستلم. لا مال عندي. ولا اليسير؟ لا، فكل ما كان عندي دفعته حتى الآن ثمنا للحنطة. أخبرتكم سابقا، فمن أتاكم لا يملك ثمن القمح استوثقتموه على أن يكون عبدا للحكومة ثم كلتم له. نحن كنا عبيدا إما للحكومة وإما للمعبد، لكن العبودية لجناب يوزر سيف أفضل بكثير. أنت لست وحدك، لأن جميع أهل مصر هم الآن عبيد جناب يوزر سيف. نحن جميعا نرى الحرية في هذه العبودية ونتفاخر بها بيننا. أنا شخصيا أرجو أن تكون عبدا لواحد أحد، ولا تكون رقا لأحد. جناب يوزر سيف، أنا لم أعد أملك شيئا يباع بالدراهم، فهل أعطيتموني الحنطة مجانا؟ عالي المقام، لقد كان هذا من أثرى أهل مصر. كيل له الحنطة بعد أن يشري حريته. أو أصبح عبدا حتى أنا لا حنطة بالمجان؟ سلبتموني كل شيء، بيتي وأولادي وأموالي وعبيدي. زوجتي وأولادي أصبحوا عبيدا، ماذا تريدون مني بعد ذلك؟ لقد أصبحت مسكينا. هل أجبرك أحد على شراء الحنطة؟ أجل، القحط، الجوع. إن لم أحصل على القمح فسأموت جوعا. هل عمدت إلى مخازن الدولة في القحط فأودعتها حنطتك؟ لا، ما كنت أظن أن يحل القحط. إذن فأنت تدفع الآن ثمن حياتك. الموت أشرف عندي من الرق. إن كان الرق سيئا فما بالك اشتريت عشرات العبيد عندما كنت ميسورا؟ هذا عين عذابي. أنا الذي كنت أملك عشرات العبيد يوما، تراني أصبح اليوم عبدا؟ لعلك بهذه الحال ستشعر بما يقاسيه العبيد. على كل حال فنحن لا نجبر أحدا على إخضاع رقبته لنا. عالي المقام، أنا كنت واحدا من عبيده ولقد ظلمني كثيرا. مروا جميع أهل طيبة
فليجتمعوا غدا في ساحة معبد آمون. سوف أشرح لهم غدا سبب في استرقاق الكثيرين منهم. ما الذي سيقوله غدا؟ وما أدراني أنا. كيلوا لهذا الرجل حنطة بالمجان. لا ينبغي أن نريق ماء وجه أي إنسان. نعم هذا المقام حتما حتما. كم تريد من الحنطة؟ مقابل العبودية؟ لا، سنعطيك الحنطة بالمجان، هذا أمر من جناب يوزرسيف. أليست العبودية لمثل هذا الرجل حرية؟ لم يعد في مصر الآن أي ملك لأي مالك، حتى إن الناس أنفسهم صاروا ملكا للدولة. كل ثروات معبد آمون أصبحت ملكا لدولة مصر. كل أصحاب الأموال وأصحاب السلطة فقدوا ثرواتهم ونزلوا عن عروشهم، فأصبح الناس كلهم سواسية. لم يعد أي خطر يهدد الدين التوحيد والموحدين على السواء. أصبح الأمر إليكم، ما الذي ستفعلونه بكل هذه الثروة وكل هؤلاء العبيد؟ كل ما عند مصر إنما هو من بركات يوزرسيف الحكيم، وإنما جلوس أخناتون على العرش هو بسببك أنت. أنت الوزير الأعظم وعزيز مصر، أمر ذلك كله إليك، افعل بها ما بدا لك. حتى وإن وهبتها كلها؟ أنت ولي أمر أخناتون، بل ولي أولاده أيضا. أسأل الله أن يسدد خطى جناب أخناتون. حسنا إذن، سوف أنظر في أمر ذلك غدا في معبد آمون بحضور كل أهل طيبة. اليوم هو اليوم الأربعون من خلوة السيدة زليخة بمعبودها الأحد، فهل ستستمر خلوتها ومناجاتها؟ ألم يحن بعد زمان قبول طلب يوسف؟ القائد والآمر والناهي هو عزيز مصر، فإن رأى أن أنهي هذه الخلوة فسأفعل. لا، لا جبر في هذا الأمر، فإن لم تكن المودة في البين فلا فائدة من الإكراه. أسأل نفسي أحياناً، ما الحاجة إلى عشق مخلوق طالما أني أعشق معبود السماوات؟ لكني أعود فأفطن إلى أنه لولا عشق يوسف لما كنت عشقت رب السماء. إنما اهتديت إلى معبودي عبر يوسف، وإنما جربت العشق بحب يوسف وأدركت المعشوق الحقيقي بالإيمان. أنا أرى نفسي مدينة لعشق يوسف، لكني أعود فأشعر أني مستغنية عن العشق بوجود هذا المعشوق. أتقصدين أنه لم يعد في قلب السيدة زليخة أي متسع لجناب يوزرسيف؟ امتلأ قلبي وكل وجودي بجمال الله وعظمته، بحيث أنه لم يبقى متسع لمعشوق غيره.
لا تشكي أبدا في قداسة وطهارة العشق الذي هداك إلى المعشوق الحقيقي. إن بين العشق السفلي والعشق العلوي عروة لا انقطاع لفرعها، بشرط ألا يتسبب لكم العشق السفلي بالغفلة عن الحق. إنما أخشى أن يعاتبني معبودي على ذلك، فيؤاخذني على حب غيره مع حبه. لكم الحرية في فعل ما ترونه. رأيت من واجبي أن أسعى سعي في هذا الوصال المقدس. أرجو أن تعيدوا النظر. سيدتي، ماذا سيكون جوابك لجنابي أخناتون ومالك؟ يوسف نبي الله، فهل يمكن للمرء أن يحب الله ثم لا يكون في قلبه حب لنبيه؟ حسناً، لقد أرحتنا. أرى أن السيدة زليخة قررت إعطاءنا بعض الأمل. بسم الله الذي أفاض نعمته على أهل مصر وذب عنهم الجوع والفقر. في أحد أيام شبابي كنت أقرأ لعزيز مصر السابق في كتاب يتحدث عن ما يحل بمصر فيما يأتي من الأيام. كان مكتوبا في ذلك الكتاب أن مصر مقبلة على يوم تنقلب فيه الموازين، فيصبح الفقراء من أهلها أغنياء ويصبح أغنياؤها فقراء. يوم يخسر الأغنياء قصورهم وعبيدهم وجواريهم، فيصبح العبيد والإماء والمظلومون والمستضعفون أحرارا يملكون أزمة أنفسهم. في ذلك اليوم لن يكون لأمون إله المصريين أي عابد يعبده. الحرية! يحيى يوزر سيف نبي الله! يحيى منجي ومعين أهل مصر! يحيى منجي ومعين أهل مصر! يحيى يوزر سيف! يحيى نبي الله! يحيى نبي الله! كان بوتيفار شديد الشوق أن يكون شاهدا على هذا الأمر يوما ما، لكنه لم يعمر ليشهد ذلك، وها أنتم الآن هنا تشهدون على حدوث ذلك. لعل العديد من كبار أهل مصر ما زالوا يذكرون اليوم الذي اجتمع فيه الناس في مدينة طيبة هذه في ساحة سوق النخاسين، حيث أراد كل منهم أن يشتري ذلك الفتى ليكون عبدا له. ذلك الفتى العبد قد أصبح اليوم مالكا لرقاب جميع أهل مصر. يوما ما حدثتم أنفسكم بأن تكونوا مواليا ليوزر سيف، وها هو اليوم مولا لكم. أجل، ففي ذلك اليوم اشترى بوتيفار ذلك الفتى، وها هو الفتى قد اشترانا جميعا اليوم.
لو كنت علمت ذلك عندها لسلبت ذلك الفتى أنفاسه. هذه كلها علامات وجود إرادة قاهرة ووجود جبروت فوق كل جبروت. لكن حتى اليوم لا شعرت أن يوسرسيف مولى لي ولا أنا عبد له. إنا لنرى هذه العبودية أعز علينا بألف مرة من الحرية. إنما دعوتكم اليوم لتجتمعوا هنا كي أعتق رقابكم من قيد يوسف وأيضا من قيد حكومة مصر، فإن قوما رضوا بأن يكونوا عبيدا لله الواحد لا ينبغي لهم أبدا أن يكونوا عبيدا ولا عبادا لأي سلطة أو حكومة. اليوم بالذات سوف تحصلون على وثائق تشهد لكم ولعيالكم بفكاك الرقاب. منذ اليوم الجميع أحرار. إلا أولئك المتسلطين الذين كانوا قد سلبوا الآخرين حريتهم، إلا أصحاب العبيد وأصحاب الثروات الذين إنما وصلوا إلى ما هم عليه اليوم بما شقي به غيرهم، فأولئك سوف يبقون على حالهم عبيدا. لن نجعل نير العبودية في رقابهم، لكنهم إما ارتكبوا جريرة ما فسوف يذوقون أشد العقاب. وأنا لم أعمد إلى أهل مصر فأشتري رقابهم، إلا لأن أقوم بفك رقاب العبيد والمستضعفين وأستعبد أصحاب العبيد والذين ظلموا. السر وراء استعباد أهل مصر صحيح؟ عبيد جناب يوسرسيف لم يكونوا من الناس يوما. أراد بطريقته هذه أن يميز الخبيث من الطيب. حديث عزيز مصر يشبه كثيرا حديث الأنبياء. هو منجي أهل مصر. على المشرفين على مخازن الحنطة أن يبدأوا بكيل الحنطة بالمجان لكل الناس منذ يوم الغد. من واجب حكومة مصر إشباع بطون الناس من دون أي تفرقة، سواء أولئك الذين أعتقوا اليوم أو أولئك الذين لم يعتقوا بعد من العبودية. قريبا جدا سوف ينتهي القحط بإذن الله تعالى، وليس عليكم إلا الاقتصاد. عليكم الاقتصاد وعدم الإسراف ريثما ينتهي القحط لئلا تنقصكم الحنطة فتعودوا إلى الجوع. هنا كان معبد آمون سابقا، من الآن فصاعدا سوف يعبد الله الواحد في هذا المكان. يجب الآن تطهير هذا المكان من تماثيل آمون وآثار الشرك التي تدنسه.
الشخص الذي يناديني باسمي الكنعاني؟ يوسف، يوسف. زليخة، ما الذي تفعلينه هنا؟ أنتظر قدومكم. ولما هنا؟ ومن أين علمك أنك ستجدينني هنا؟ بالأمس بعد أن غادرت سألت الله أن يلقي في قلبي محبة رسوله إن كان يرى في ذلك صلاحا. لم أقوى على احتمال وجود عشق الله في قلبي، بينما لا أشعر بالود تجاه رسوله. قصدت هذا المكان، المكان الذي قصدته لسنوات بانتظار أن أحظى بوصالك. أعلم، الانتظار أمر شاق، وأصعب منه جراحات ألسنة الناس. كانوا يقولون لي كفي، فإلى متى ستبقين في انتظار يوسف؟ هذه المرة فكرت في أنك لو لم تأتي فلأن مشيئة الله غير ذلك. لكني أتيت، فهل ترين في مجيئي علامة على تجدد العشق زليخة؟ أنا إنما قدمت ليتقبل النبي عبوديتي كما تقبلها من أهل مصر. لكني عمدت اليوم إلى أهل مصر فأعتقتهم جميعا. لا أتوق لإعتاقي، إنما جئت لأكون أما. مبارك لك، أبارك لك هذه العبودية. اشهدوا جميعا، فزليخة تعتبر نفسها أما. الإخوة الكنعانيون مجددا، ادخلوا. شكرا لك. اذكر انه قال لنا ان نبحث عنه حيث تحط قوافل النخاسين رحالها. صحيح، فلنذهب في ذاك الاتجاه. أين لاوي يا ترى؟ لاوي؟ لاوي لاوي لاوي. السلام عليكم يا لاوي. السلام عليك، كيف حالك؟ لاوي، السلام عليك يا لاوي، اشتقنا إليك، سررنا برؤيتك. لاوي، أين كنت؟ كيف حالك؟ أسعدتنا يا أخي. أهلا بك يا أخي. لقد اشتقنا إليك. أهلك يقرئونك السلام، وخصوصا أنا أيضا. أحمل لكم أخبارا كثيرة، أحمل أخبارا عن بنيامين أيضا.
وما أخبار بنيامين؟ بنيامين بخير، أحمل أخبارا كثيرة ويلزمني وقت لأقصها عليك. هذه رسالة أبونا إلى عزيز مصر. جيد. طلب منه فيها أن يفرج عن بنيامين. يجب أن نقابل عزيز مصر. يجب أن نوصل هذه الرسالة إلى يد العزيز. لنوصل الرسالة إلى عزيز مصر. ابقوا هنا، سنعود قريبا. لا تقطعوا عنا أخباركم. أي عبد، بنيامين يحيا حياة الملوك وعزيز مصر يتلطف به ويحرسه كما يحرس المرء عينيه. أرأيت ذلك بعينيك أم سمعت به؟ بل رأيته بعيني الاثنتين، فهو يسحبه معه أينما ذهب ويجلسه إلى جنبه في عربته الخاص. أتقصد أن يوزر سيف جعل منه عبده الخاص؟ أقول لك إن بنيامين يحيا حياة الملوك فتقول لي إنه عبده الخاص؟ هو كأخيه يوسف يستعطف حتى الأفاعي. لشدة الأثر الذي أدخله على قلب عزيز مصر أصبح لا يطيق مفارقته من هذه الناحية. ينبغي أن نقابل جناب يوسف سيف. نحن نحمل له رسالة من قبل أبينا. اسمحوا لنا بالدخول. ولكن أنا لا أملك هذا الحق، يجب أن أستشير جناب هورنهوب. وأنتم ليس مأذونا لكم الآن بدخول القصر. جناب المستشار، جناب المستشار، لنا طلب منك. لقد عدتم مجددا، والآن ماذا تريدون؟ نريد أن نقابل عزيز مصر جناب يوزر سيف من فضلك. نحمل له رسالة من أبينا يعقوب النبي. لقد ظننت أنكم ستخجلون من العودة إلى طيبة بعدما علمتم بالسوء الذي صدر من أخيكم. تعالوا معي، تعالوا لنرى ماذا سيقول. هيا بنا. ارفعوا رؤوسكم. قولوا ماذا تريدون. رغم أننا وجلون من جريرة أخينا، إلا أن سخاء نفس عزيز مصر قد دفعنا إلى أن نمد يد الحاجة والطلب إليه مجددا. ما زال القحط يحصد في أرض كنعان. لا نملك مالا لشراء الحنطة، ولم نعد نملك بضاعة لنبادل بها القمح. وجئنا ببضاعة مزجات. وجدنا مقدارا من الجلود والصوف والخيوط، ونعلم أنها لا تساوي شيئا. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. حسنا، سوف أمرهم أن يكيلوا لكم هذه المرة أيضا، لكن عليكم في المرة المقبلة أن تسددوا ثمن الحنطة كاملا. شكرا لك سيدي، نسأل الله أن يمد ظل عزيز مصر فوق رؤوسنا جميعا. لنا طلب آخر أيضا، ونرجو من عزيز مصر ألا يرد طلبنا علينا. أنا أسمع، ولكن أرجو ألا يكون بشأن بنيامين. بل هو كذلك. نرجو من عالي المقام عزيز مصر أن يسمح له بالعودة إلى كنعان، فإن أبانا لم يعد يطيق صبرا على فراقه.
ألم أخبركم أن بنيامين بخير؟ إنه لا يشبه العبيد في أي شيء. رسالة أبينا. لقد سطر أبونا الضرير هذه الرسالة بدموع عينيه إلى عزيز مصر، فإن أذنتم قدمناها لكم. رودامون، من عبد الله يعقوب إلى عزيز مصر يزرسيف. إن الله سبحانه وتعالى لطالما ابتلى رسله وأنبياءه وذراريهم، وامتحننا بألوان المصائب والشدائد. ابتلى جدي إبراهيم بنار سعرها له النمرود، وساق عمي إسماعيل إلى المذبح موحيا إلى أبيه أن يقدمه قربانا. أما أنا فقد ابتلاني بفراق ولد هو قرة عيني وفلذة كبدي. ذات يوم سحبوه إلى الصحراء، ثم رجعوا ومعهم قميصه الملطخ بالدم. وكان لي ولد آخر هو أخو يوسف لأمي، وكنت أشم فيه رائحة يوسف، وكان عوض أخيه بلسما لجرح قلب المفطور. أخذه إخوته معهم إلى حيث أنت وعادوا من دونه، وقد علمت من الناس أنك استرقيته بجرم السرقة، فلا يخالجنك الشك أن ذراري الأنبياء أبعد خلق الله عن السرقة واللصوصية. جل ما أقوله في كتابي هذا إن فراق ولدي يوسف وبنيامين قد أنهك قواي وذهب بنور بصري. أسألك أن تفك قيد ولدي بنيامين وتسرحه إلى أبيه الشيخ العاجز، فتخلصه بذلك من فجيعة الفراق. حينها سأذكرك بكل خير في دعائي وصلواتي. أما إذا أبيت علي ذلك ولم تترحم على ذلك الشيخ، فلأصرخن من أعماق قلب كوته نيران الفراق، بحيث تحيل ألسنتها ملكك وسبعة أجيال من ذراريك إلى رماد فلا يكون لك قبل بدفعها ومواجهتها. عبد الله يعقوب. ماذا فعلتم بيوسف؟ أتعرفون أي عذاب قساه أبوكم نبي الله بسبب ما اقترفته أيديكم؟ أظن أن ثمة من شوش ذهن عزيز مصر تجاهنا. نحن لم نرتكب أي ذنب فيما يخص أبانا وأخانا. هل جلبتم الوثيقة؟ أنتم لم تقترفوا أي ذنب إذن. ولكن نحن لم نقل سوى الحق سيدي، ثق بنا. حسنا، نحن عشرة إخوة من أهل كنعان،
نبيع عبدنا يوسف إلى مالك بن زعر 18 درهما، بشرط أن يأخذه إلى أرض مصر أو بلاد نائية بحيث لا يتمكن من العودة أبدا إلى أرض كنعان. لاوي وشمعون مهرا هذه الرسالة. يبدو هذا خط شمعون. شمعون، أيكم هو شمعون؟ أنا